السلام الله عليك يا استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي كل سنه وانت في عيد الحب قالوا. اي عيد الحب ويا كان فاضي يا اخي. يا اخي هم قالوا هكذا، الحين ما نش داري هو عيد صدق ديني ولا وطني ولا ما. شو عيد لل يعني به مجموعه من الشباب هكذا انا بنعتبره من الامانه قليل العك تافهين بما تعني الكلمه. سلام. يعني الادمي ذي الذي بيحتفل بعيد الحب يعني الذي هو مشو اساسا قبل. الذي لو يدمر الله يصيح. عارف احد من الزملاء يعني بكر من الصبح البس لنا حمره. كنت انا العسير قال عيد الحب حبيبتي بلا يعني في الجوله طلب مدري ما هي قال لك يعني في الجوله ما لقيت ما يدي لها ما مش في جيب حتى 100 قرش ايه امه بدها خبز هزر ما الوجوز هريتي لها ما الوجوز هروز اللي تو الاثنين حال ما قدي نعمل لك نقول لي من الذي بيمكنوها الدبابة ومدري ما ايوه ايوه واحد عرفوه الكل بس هذا السنه هلا ولا ما يعني ما بيش معه يا رحمته احنا في عدوان وهذا ما بيش معه فلوس يشتري لحبيبته التوب مكتوب فيها اي لاف يو صار لقي كسكسي في الشارع وشال لنا نجي غير احمر ومكانه طبعا كحصه تمام مش ازعف فهذا اللي قعدت كثر طلب قال يشيل هزل مش هالكلب الكسكسي راس الولد نفسه الذي بيحب البنت وبعده راسه ولا اليوم بخلي على الله بس لا ذا الحين بدل ما يزيد يشيل الدب وذا يعدي لامه ما كان ايوه المفترض والله المفترض هؤلاء المتفق حسين هؤلاء الذي قصده انه مصطفى قمر انه يصير يشيل امه دجاجه ولا مصر ولا ما كان تدعي له تدعي له مش تدعي عليه يعني لا قد وش يحب يحب ابوه يحب امه وقبال الناس ما حد أيوة. يقول له شيء أيوة. ما هذا بيهربوا هرب يصير هو يتواعدوا وطول للغر مدري ما هو انا احنا جيش انا قبل ايش واحد يحب يقول انا احنا جيش كلنا احبش قلت هذا خل حب ايضا حنج الحين الذي بيهربوا سكته هكذا ولا يوصلوا لا بقعه ايوه 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 في شباب هكذا فعلا والله محرج انه يلبس مثلا في عيد الحب شميز احمر ولا بنطلون احمر سلام ها في يدخل في حارف في زوز قيد خالك انه بيدن بيشرب خمر ما في ويخلص وتبان الفنيله علاقه قسما بالله انه قد يسوي قد لا سكت لا ست سنين الفنيله علاقه يخلص بيخرج من الشمت القى ذاره هذا ما يصير السرويز يتحمم بعد هذا الحب هو اليوم ولا كيف ولا ما عاد حد بيحب مرته زي ما بعض المتزوجين انا استغرب بعض المتزوجين يحتفل حتى بعيد الحب بعض المتزوجين يعني ما بتحب زوجتك الا في هذا خليهم بس يا اخي انت بتحبها طول العمر يا اخي انت وش تعلمت عيد الحب كلام فاضي بما تعني الكلمة والله ان هؤلاء الشباب ان انا احتقرهم يعني فعلا في شباب فعلا تحس انه ما بيش للتعي في الحياة هذه لحن يا استاذ احمد هل هو نقص وعي ولا تشبه باليهود ما بيش تربية ما بيش اداب البيئة النفسة يعني لو اتبه ابوه ووعه وقال له ما هو الصح ما هو الغلط لا يوقع رجاء دحين لما تبصر هذا الذي محتفلين بعيد الحب يقول لها ايش عيد الحب ايش تاريخ عيد الحب منو هذا فلنتاين والله ما هو داري منو فلنتاين فلنتاين هذا وادمي اقسم بالله سمعته هكذا هو حب واحده تقريبا زمان بنت قسيس او هو قسيس هو نفسه قسيس في نفسه وبعدها فعله يعني انا مش امشي عدمو زنا امشي عدمو لانه ارتكب جريمه زنا يعني وهؤلاء بيحتفلوا بهم تبصر غير خاضي ونادي عليك السبايكه قد غير زعلتك حق المداعه انا قصيص اصير ابي القى حبيبتي يدك مراي عليها لك يا لا لا اها هو قلت العقل هذا اقسم بالله العظيم اني تفهمت ما تعني الكلمه يا في عالم ما يا رجال بلا سعتر بلا عنتر الله